ماريا حتي ضحية جديدة للعنف ضد النساء في لبنان. تفاصيل جريمة جديدة بحق النساء في لبنان. هذه المرة جاء الدور على الشابة ماريا حتي التي سقطت بطلقة نارية يوم الجمعة على يد شبل أبو النجم قبل أن يقوم بالانتحار في موقف سيارات لأحد المطاعم في منطقة زحلة في البقاع. كان مسرح الجريمة هناك، حيث انتظر شبل خروج من أحبها ورفضت الارتباط به بسبب أنه متزوج ووالد لطفلة. وهذا الكلام بحسب ما تقول زميلتها في التعليم في ثانوية زحلة الرسمية. وقالت منى صديقة المرحومة لم يتقبل قرارها تربص بها أمام المطعم، وعند خروجها وصعودها سيارتها اقترب منها في مركبته قبل أن يترجل ويتوجه مسدسه على رأسها منهيا حياتها بطلقة نارية. بعدها قام بإطلاق النار عليه لإنهاء حياته، إلا أنه لم يمت على الفور بل على سرير المستشفى التي نقل إليها. ماريا إنسانة ذكية ناشطة في أكثر من مجال سياسي ورعوي واجتماعي ورياضي، وهي سيدة أعمال تتقن عملها في مؤسستها لتنظيم الحفلات. تلك بعض الصفات التي ترافق اسم ماريا، ابنة بلدة تعلباية التي توفيت اليوم بطلق الرصاصة لا تقبل بحرية الرفض. وقد اهتزت الجريمة البشعة المجتمع اللبناني ونعى كثير المغدورة على وسائل التواصل الاجتماعي لكونها وجها معروفا بنشاطها المهني والاجتماعي متعاطفين مع مصاب والدها. رحم الله الفقيدة وأسكنها في سيح جناته. نسألكم في التعليقات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.